السلام عليكم ولدي، حنا مدينة جرادة ولدي، حنا رحنا في حي بيدوز. إيوا راك تشوف ولدي الحالة اللي رحنا فيها، هيك هاي الحالة، راك دخلت راسك وراك شفت الدار راسك بعينك، ما غاديش نكذب. راك تشوف الحالة ديالنا كي راها دايرة، والولاد عندي ما خدامين ما موظفين، الولد هو يقرا مسكين راه يقرا راه قاعد في الرابع راه يخسر، ما عنديش الزهر حتى في القراية، والآخر راه لتحت مسكين يخدم في القهوة يغسل المواعن، وباه راه يحمل في الكروسة، والخطرة يجيب داك الدو شديك خطرة والله ولدي راه يغيب علينا. شي اختارت والله داك الشديك كيغيب والله ما كنلقاوه، وخوك الحوايج كتكون وكيكون المحسنين كيعاونوا كيدفعوا كل خير راه يصيفط يجيبها سيدنا كل خير راه يصيفطه لنا، ولكن ما كتوصلنا حتى حاجه. حنا المساكين رحنا مشينا فيها وتقطع بينا الشقف مشينا فيه، ما بقى فينا ما يندار، ما بقات حتى حاجه، ما بقاو يديوها فينا، ما بقاو يسالوا علينا، حتى الا مشيت تهضر ما عندكش القيمه تهضر، ما بقى حد يخاف منا، ما بقى حد يديها فينا، ما بقى حد القيمه ديالنا ما بقاتش، ما عندناش، ما ملي كان عندي ما تحش القيمه ديالي، كان حتى انا نهضر حتى انا بقيمتي حتى انا كل شيء، ولكن ملي ما عندي ملي ما عنديش ملي ما عنديش الفلوس، ما يقول لك اللي ما عندوش الفلوس كلامه مسوس، اللي ما عندوش الفلوس راه ما يديها في حد، كان عندي الفلوس دير الطريق في الجرف ونفوت معاه، ولكن الفلوس ما كاينش حتى واحد ما بقى يديها فيا، حتى اللي جا عندي يشوفو يشوف منظر فيا ويشوفو فينا هكا ما عندناش وما كانش اللي يعطيها. ها هي كاع كلشي راه كاين، كل واحد راه كل خير راه يجينا، كل خير راه يصير سيدنا، كل خير راه يجي لهاد الجراده، الا اللي دابا شي تلحقنا شي حاجه ولا نستافدوا شي حاجه راه ما كاين والو، كاين اللي راه يستافد بلا فرشه، سمعتني كيستافدوا بلا فرشه بلا ما يبينوهاش، كيستافدوا راه كاين هنا الناس اللي راه تستافد من العماله وتدي ودير، وحنا والو ما عندنا حتى حاجه، ما عندنا الزهر حتى مع واحد، لا مع اصحاب العماله لا مع اصحاب العوينات لا مع اصحاب كلشي، حتى حد ما بقى يديها فينا. حتى الا كتسربيا كتجي هنا وراه كيعطيوها لمن بغاو غير بالوجهيه، وكاين اللي ما ساكنش كاع حنا ويديها على ظهر المسكين هنا، واللي هنا ما يستافدهاش والله ما كيديها، علاش من هذه من العوينه من هذه القياده ديالنا مع هاد الحوايج اللي راهم لا تسرى لهاد الشيء، لو كان هذوك يتبعوها هما اللي يعرفوا المسكين ويعرفوا اللي مقطع ويعرفوا اللي لاباس عليه، هما يعرفوا، ولكن هما ما كيديروش داك ما كيديروش داك هذاك النظام يدوا الناس يشوفوا الحوايج كي راه ساليه، يشوفوا اللي عندو اللي ما عندوش يدخلوها دار دار، هاني انا راك دخلتها داري راك دخلتها وشتها وراها مهيت ما وراح تدخل الديور مني الا ما لقيتهمش بالزليج، حتى طلع علي تسمات مشى غير الظل ديالك تشى بالزليج، ملي تجي هنا حنا المسكين حاقرين ما عندنا حتى قيمه، ها هما يبنيو عليو ملي جيت انا ندير غير حويت ما خلاونيش ندير. ولدي انا بغيت ندير غير على راسي يا ولدي، ها راك تشوف بغيت ندير على راسي من غير على حشاك على الكلاب وعلى الحمير وعلى كل شيء يدخل عليا، ودرك ما خلاونيش ولدي نطلع على راسي، درك راني نطلب من سيدي ربي ومن هذا المحسنين ومن هذا الشيء عاونوا لي ولدي في هذا الشيء، حتى انا ما عنديش والحاله حالة الله، والدوشه حنا الدوش اللي راحنا ندخلوا عنده اللي راحنا ندخلوا فيها ما يدخلوا فيه ولادي، راهم مرضوا من النبوله، والله الا راني نداويهم ديك درك بنيا وليد ديك درك راهم يداواو، ها هو هذا الشيء اللي حنا ندخلوا فيه، ها هذا الشيء حنا ندخلوا فيه ولدي، هذا الشيء اللي حاشاك ولدي، وحال هذاك الدوش يدخلوا فيه الناس هذه يدخلوا فيه بالزهوم، راه لا ما حنا في حاله ولدي، ما رحنا في حاله، نطلبوا ربي وهذا الناس اللي سمعوا يعاونونا في هذا الشيء، ونطلبوا ربي يطيح الرحمه في المسلمين، طلبوا ربي يجي يطيح شي رحمه من عنده، ها هي فراشنا وها هو غطانا اللي حنا نفرشوا به ونتغطاو بها، والله يا ولدي هذا الديور الا الصبح نجمع الفراش الا على قبته ولدي نجمعوا يقطر من تحت من لاميتي ديال الديور، ها هي الحاله ديالنا، وشوفوا ولدي ودير لهم يشوفوا الا ما تاقوش يخرجوا كاع لهذا الحي وشوفوا. الا ما تقوش مني صحاب لهم راني نكذب ولا راني باغيه ندي غير القلب راه الله لا يوسني غير الاولاد، انا راني نقول غير اللي راني ضايعه فيها وراني ضايعه يا ولدي وما عنديش وراه ما كان حتى واحد ما كان لي يحس بيا، حس بيا غير الله، ما عندي بابا ما عندي امه ما عندي غير ربي ورحمته لي يا ربي لي الله، هذا ما كان ولدي، والسلام عليكم.